مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. اللوز الكمية اللي انتو بدكو اياها، نضيف ماء ساخن، نتركه تقريبا من 5 إلى 10 دقائق لما الحبة مثل هيك تطلع، من 5 إلى 10 دقائق مثل ما انتو شايفين هيك. صفينا الماء وبنعملهم كلهم، موضوع سهل. بننشفهم من الماء وبنتركهم في المطبخ تقريبا 24 ساعة لتاني يوم ينشفوا براحتهم. وإذا أنتم مستعجلين حطوهم في الفرن في الرف الأوسط تقريبا 70 درجة مئوية على البطيء مثل ما انتم شايفين. هيك انا تركتهم 24 ساعة. نطحنهم طبعا على مراحل، 5 ثواني وبنوقف، 5 ثواني وبنوقف، لانه مثل ما انتم لما تدعكوا ايديكم ببعض كيف بصير في حرارة وكتر الطحن بطلع الزيت اللي في اللوز، واحنا مش عاوزين نطلع الزيت اللي في اللوز. هيك بصير حرارة كتير، مثل ما تدعكوا ايديكو كيف بصير حرارة، ونفس الشيء الماكينة اذا بنشغل باستمرار بصير حرارة وبطلع الزيت، واحنا مش عاوزين الزيت يطلع. هيك بنعمل هذا هيك منه الخبز المخبوزات وللكيتو دايت، للوصفات الكيتو دايت وللمخبوزات. بنصفيه طبعا، المصفاية بتكون شوية واسعة بتكون مثل ما انتو شايفين، نرفع للزيادة. هيك صار طحين اللوز للمخبوزات، هيك جاهز. اذا احنا بدنا اياه للبسكويت المكرون، نضيف سكر البودرة واللوز، طحين اللوز نفس الكمية، نفس الكمية بنضيف 100 جرام 100 جرام 200 جرام 200 جرام. نخلطهم مع بعض ونطحنهم، نفس الشيء نعملهم 5 ثواني وبنوقف، 5 ثواني وبنوقف، ما بنشغل المطحنة باستمرار منشان ما يطلع الزيت مثل ما انتو شايفين. انا مش عاوز الزيت يطلع منه مثل ما انتو شايفين، بودرة صار مثل بودرة. هيك طحنا الكمية كلها، نشغل 5 ثواني ونوقف، 5 ثواني بنوقف منشان ما يطلع الزيت الفلوز. هيك صار هو مناسب للمكرون للبسكويت. بنصفيه منشان يفك عن بعضه عشان ما يكون فيه كتل مثل ما انتو شايفين. هيك صار مناسب للبسكويت المكرون. في امان الله. تزرونا بوصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.